انا حاسس ان انا ما اتحسنتش قوي الاسبوع ده، وقريت عن اقراص الفاليوم اللي انت كتبتها لي انها مش احسن حاجه لحاله الدبريشن اللي عندي. ايه رايك تكتب لي في الفتره الجايه دواء تاني زي بروزك مثلا، ولا انت شايف ايه؟ اعتقد ان انت اتسرعت شويه في تشخيص حالتي مش كده؟ كفايه عليك كده يا عم، قوم اخدت اكتر من واحده. يلا